إذن أسري هو هذا، فيرب أسري هو هذا، هذا الفعل، فعل ويسمى فعل الكينونة. إذن ماذا أقول؟ إيو سونو، إيو سونو. إحنا كنديو دابا على بريزينتي، بريزينتي يعني ماذا؟ المضارع البريزينتي، وأقول إيو سونو، إيو سونو بمعنى ماذا؟ أنا، بمعنى أنا. تو سي، تو سي، لاحظوا معايا تو سي، يبغى يكتب يكتب تو سي. أنت لوي إي، لوي إي أو لاي إي، هو أو هي. نوي سيامو، نوي سيامو هي نحن. voi siete يا انتم، loro sono. اوكي، الان غادي تعطوني ماذا؟ تعطوني ترجمه ديال هذه الجمله اللي غادي نقول لكم. مثلا انا الان موجود في المنزل، انا الان موجود في المنزل. كيف ستكتبها باللغه الايطاليه؟ انا الان موجود في المنزل. إذا ماذا ستقول؟ io sono a casa. برافو، برافيسيمو. però الآن، الآن سي وعدك صحيح، برافيسيمي، برافو. إذا أقول io، نقدر نبدأ بأديسو، أديسو هي الآن، أو نقدر نديرها في الأخر. إيو هي أنا، سونو، سونو، إيو سونو هي أنا، سي، سي هي أ، أ هي في، في ماذا؟ في المنزل، المنزل اللي هو كازا، كازا. io sono a casa، io sono a casa. لكن قلنا الان، الان، الان نقول كلمه الان نعني بها ماذا؟ نعني بها adesso، adesso، وتكتب هكذا adesso، adesso، adesso هي الان. شكرا، شكرا بزاف، شكرا. adesso هي الآن. نحن، عندما أقول لكم إخواني نحن في السوق، نحن في السوق، نعطيو جوج الجمل وغادي ندوزو للفعل الآخر. نحن في السوق، نحن في السوق، كيف ستكتبها باللغة الإيطالية؟ نحن في السوق. سي أديسو سونو أ كازا، أوكي برافو. نحن في السوق، ماذا ستقول؟ نحن في السوق، نوي سي، برافو، 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 برافيسيمي. إذن ماذا نقول؟ نوي، نوي، نوي نعني بها هي ضمير نحن. نوي ماذا؟ سيامو، سيامو، سيامو مو. إذن هذه كلها كنعنيو بها نحن، نحن، اوكي، لأننا كنصرفو الفيربو إيسري، فعل كي نحن، كتقول نوي سيامو، نوي سيامو. دوفي، دوفي يعني أين، خصك دير في، في نعني بها ال، 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 الماد، دوفي، أين؟ أين؟ الميركاتو، ميركاتو اللي هو السوق، السوق. إذن أكتب ميركاتو، ميركاتو، ميركاتو. إذن ميركاتو تكتب هكذا، ميركاتو. إذن نوي سيامو الميركاتو،
Noi siamo al mercato. يمكن أن تدخل عليها adesso. Adesso هي الآن. إذا الآن يا إخواني أخوتي غادي نزيدو. إحنا في الفيربو essere صرفناه في البريزنتي، قلنا io sono، tu sei، lui lei è، noi siamo. شكرا عبلة، شكرا أختي. voi siete، loro sono. إذا io sono هي أنا، tu sei أنت، شكرا شكرا. lui è هو، lei è هي، noi siamo هم، voi noi siamo هي نحن، voi siete أنتم، loro sono هم أو هن. إذا غادي نشوفوا الفيربو essere دابا passato prossimo، passato prossimo اوكي يعني في الماضي، ماضي قريب. وماذا نقول؟ شكرا احمد، شكرا اخويا احمد. الورا في الباساتو بروسيمو اقول io sono stato، io sono stato presente. قلنا غير io sono، io sono بوحديها في البريزنتي يعني في المضارع حاضر، لكن ملي كتبغي تهضر في الماضي، ماضي واحد الماضي اللي هو قريب وكيدوز دغيا، كتقول io sono، كتزيدها stato، وكتمشي tu sei stato او stata. حتى في io sono الا كانت مرة اللي كتهضر غتقول io sono stata، io sono stata. دابا نكتبها لكم tu sei stato، انت كنت، كنتي. lui او lei è stato او stata. noi siamo stati، noi siamo state. voi siete stati، voi siete stati. loro sono stati، loro sono stati. إذن سمعتوها مزيان، سمعوا الجملة اللي غادي نقول لكم دابا. ieri، لأننا يعني كنهضروا على الباساتو، ieri sono stata dal dottore. كنت نقولها لكم بالعربية لكن ما كاين مشكل. البارحة كنت عند الطبيب، البارحة كنت عند الطبيب. ماذا ستقول؟ البارحة، غادي نعاود، غادي نعاود أختي، غادي نعاود. البارحة كنت عند الطبيب. ماذا ستقول؟ io sì او ieri sono stata، bravissimo، dal dottore، dal dottore. شي واحد طلب مني باش نعاود التصريف ديال الفيربو essere في الباساتو بروسيمو، غادي نحاول نكتبو باش يعرفو. allora جاوبو بعدا على اسمو ieri، ieri هكذا. إذن هاد إياري راه هي البارحة، البارحة. أشنو غادي دير؟ إياري سونو، سونو ستاتا، ستاتا. لاحظونا مزيان، سونو ستاتا. إلا كنتي كتكلمي انت مرا، أوكي؟ إذا كنت تكلم الرجل سنقول سونو ستاتو، هكذا ستاتو. أوكي، إذن إما ستاتو أو إما ستاتا، داكوردو. إذن الآن إخواني أخواتي الجملة الثانية، ومن بعد غادي نكتب لهذاك الأخ أو الأخت اللي قالت لي عاود. لا سيتيمانا سكورسا، من هادشي كنبغي نهضر بالعربية وكنقولها لكم التالية. الأسبوع الماضي، يعني السيمانة اللي فات، الأسبوع الماضي كان في المدرسة، كان في المدرسة، يعني هو يعني ما هو، أو بتكتب مثلا علي. الأسبوع الماضي علي كان في المدرسة. ماذا ستقول؟
الأسبوع الماضي علي كان في المدرسة. ماذا ستقول؟ فكروا فيها، غادي نحاول نكتب اسمه. Allora, io sono stato, sì, bravo, bravissimi. Jumla iedik, tiktuba ma iedik, lahtkom. Shu. Tra nktib esmo باش نوري لهذاك السيد او السيده اللي قال لي عاود تصريف باش ما يقولش راه غادي نسمو. Allora, جواب ديال اسمو ديال الجملة la settimana scorsa Ali è stato a scuola. Stato a scuola. Okay. غادي نكتبها لكم حتى هي. Allora, شوفوا هنايا مزيان الاخ او الاخت اللي قال لي عاود verbo essere passato prossimo يعني في الماضي كنقول io sono. Io sono كتلاحظوا هاد io sono كنقولوها في البريزنتي يعني في المضارع كنقول io sono tu sei lui e noi siamo voi siete loro sono. غادي دير هادو كلهم هادو ما تغيرهمش وكتزيد عليهم غير stata الا كانت في منيلي في المؤنث او كان مذكر اللي كيهضر غادي دير stato stato. اوكي دير stato هكذا. هذا هو الفعل essere في الباساتو بروسيمو كاين حتى اشكال. إذن لا سيتيمانا سكورسا غادي نكتب لكم لا سيتيمانا سكورسا لا ماذا سيتيمانا سكورسا سيتيمانا يعني الأسبوع لا سيتيمانا ماذا سكورسا سكورسا هي الماضية. لاحظوا مزيان لا سيتيمانا سكورسا لا سيتيمانا سكورسا كان يعني بها الأسبوع اللي فات. إذا سكورسا هي الفارطة أو الماضية. هنا كتبنا أ ممكن أن نكتب ماذا أو هكذا مزيان او سكورسو وتقرا سكورسو وقتاش ملي يكون هذا الاسم اللي قبل منها هذا لا بارولا اللي قبل بريما تكون مذكر مذكر وعليكم السلام تكون مذكر. هنا عندنا مؤنث لا سيتيمانا مانا اذا لا سيتيمانا هي مؤنث اذا قلنا سكورسا عندما تكون الكلمه قبلها مذكر او نقول سكورسو. مثلا اقول لانو لانو هكذا لانو لانو سكورسو لانو سكورسو. اوكي لانو هي السنه. اذا في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ غادي نحيد هادو تولي لانو سكورسو يعني العام الماضي العام الماضي. اوكي الان نمر الى ماذا الى الامبرفيتو الامبرفيتو دائما ديال الفيربو اسري الفيربو اسري الفيربو اسري. اذا ماذا اقول ايو ايو ماذا ايو io ero io ero bravissima Abla io ero io ماذا ero
برافو برافو. Io ero هكذا. Io ero. Io ero. Tu eri. Tu eri. Bravo, bravissimi. Tu eri. Lui o lei era. Era. Noi. Meda. Era. Eravamo. Eravamo. Voi eravate. Voi eravate. Loro erano. يعني عندما أقول io ero يعني أنا كنت. كنت. لكن هنا في ماضي. الماضي اللي كيتسمى الماضي المستمر. ماضي البعيد اللي كتكون عنده واحد الاستمرارية في الماضي. عندما تقول عندما كنت صغيرا. عندما كنت صغيرا يعني كتقول quando ero. Quando ero. إذن هنا غادي نكتبو quando. Poi. إذن quando. Quando. خاص لا ان ان هنا. برافو. Quando ero. Quando. عندما كنت. عندما كنت صغيرا. Quando ero. Piccolo مثلا صغيرا. إذن هنا عندنا واحد استمرارية في الماضي. لأن كما قلت لكم ملي كنت تقول أنك كنتي صغير. كنتي صغير واحد المدة طويلة. كنتي صغير نهار ولا يومين ولا سيمانة. واحد المدة اللي هي طويلة. إذن تستعمل الفيربو essere في l'imperfetto. L'imperfetto اللي هو مدى. اللي هو الماضي المستمر. الماضي المستمر. L'imperfetto. الآن غادي ندوزو الفوتورو. فوتورو. فوتورو. غادي نزربو شي شوية لأن كنوقفو بزاف. فوتورو. ماذا نقول فوتورو؟ إيو. عندما أقول إيو ماذا سأقول؟ No, scusa, ma كاينش quando era. عندما كتتكلم عليك انت كتقول ero. عليه هو سي كتقول quando era. Era هو. هو. برافو. هو. عندما كان. برافو عبلة. Allora, verbo essere. برافو. هي io. ماذا sarò. Io sarò. Bravissimi. Io sarò. Allora, io sarò. Io sarò. هنا الفوق راه عندكم واحد العلامة اللي كتسمى l'accento. غادي نديرها لكم لأن ما تعطاتنيش تما. غادي نشوف هنا. Eccolo qua. Io sarò. هكذا. Io sarò بمعنى سأكون. سأكون. أكون. إذن اكتبوا لي دابا. اكتبوا لي عندما سأكون كبيرا. عندما سأكون كبيرا. اكتبوها لي عندما سأكون كبيرا. ماذا ستقول؟ عندما سأكون كبيرا. Quando sarò grande. Bravissimi. Sei grande. Quando sarò grande. Bravo. Bravissimi. إذن quando. Quando sarò. ماذا؟ Grande. Grande. E هكذا ستكتب. Quando sarò grande. عندما سأكون. سأكون. اوكي. سأكون. هنا عندنا الفيربو فاش في ماذا؟ في الفوتورو. معنى سأكون. سأكون. هكذا. سكوزاتي.
سأكون هكذا، سأكون. دار ما عنديش، ما عنديش كيفاش نكتب الهمزة، إنما قراوها أنتما سأكون. شكرا سي أحمد، شكرا الله يحفظك، شكرا لك. تنساوناش إخواني أخواتي، بارك الله فيكم. سأكون، غادي نكون. أوكي، إذا تصريف ديال الفوتورو أقول يو سارو. هنا سأكون تو ساراي، ساراي. حاول نكتبهم لكم لأن كاين الناس اللي غادي يقدروا ماتو. نكتبها غير بشوية بشوية. كوزي إكو سارو، قلنا اللي كتبت لكم الأول سارو يعني أنا، إيو غادي نكون، تو ساراي شنو غادي تزيدها هكا، ساراي ستكتب هكذا. ذاتي خصني نبدل اللغة. ساراي، تو ساراي، أنت ستكون، أنت ستكون. لوي سارا، لوي سارا، لكن سارا إخواني أخواتي هنا كذلك عندها، عندها العلامة، علامة إيكو لوكوا، عنديش كيفاش نكتبها، غنكتبها لكم بسمو. عند العلامة كولكوا سارة هكذا، سارة لوي هو أو سيكون. نوي ساريمو، ساريمو هكذا، نوي ساريمو، نوي ساريمو. فوي ساريتي، ساريتي تكتبو هكذا، فوي ساريتي، sarete. Loro saranno, saranno هكذا، saranno due n جوج ديال ان، saranno. إذن أعيد، io sarò، أنا سأكون، tu sarai، أنت ستكون، lui sarà هو سيكون، noi saremo نحن سنكون، voi sarete أنتم ستكونون، loro saranno هم سيكونون.